theories of culture. النظرية الثقافية دي معنا ثلاث نظريات لثلاثة علماء طبعا اللي هو العالم الأول أو العلماء الاثنين الأولين اللي هما إدوارد أند ميلدريد هول لو كونتكست أند هاي كونتكست. هذول الاثنين من العلماء أخذوا الثقافات على أساس لو كونتكست وهاي كونتكست اللي هو السياق اللغوي المنخفض والسياق اللغوي العالي. ايش يعني مثلا السياق اللغوي المنخفض والسياق العالي؟ السياق المنخفض قسم طبعا العالم الى مجموعتين. السياق المنخفض انه توصل الكلمه يعني بصوره مفهومه لدى ايش؟ من المرسل الى المستقبل بصوره واضحه. يعني يتكلم بهدوء بشكل سلس، الكلام واضح مفهوم للمستمع، هذا يسمى لو كونتكست السياق المنخفض. في الثقافة الأخرى اللي هي السياق العالي، السياق العالي هذول يتكلموا طبعا بطريقة سريعة جدا، ما حد يفهمهم كثير، لذلك دائما يحاولوا إنه إيش يضيفوا لغة الجسد، الحركات، الإشارة باليد التوضيحية، هذه تكون يعني أشياء إيش مكملة. واضح إذا سياق عالي سياق إيش منخفض. أعطى أمثلة، شوف هنا بتتضح الرؤية، هذا هنا هاي كونتكست لو كونتكست. لو كونتكست اللي هي السياق اللغوي المنخفض اللي توصل الكلمة بشكل واضح إلى المستمع هي تقدر الألمان ثم سويسرا الدول الإسكندنافية الولايات المتحدة بريطانيا إيطاليا طبعا إسبانيا غريك بالوسط معهم ثم الهاي كونتكست رقم واحد تأتي الصين. فعلا أنت لو تشوف الصين بعدها كوريا يابان فيتنام والعرب شرق آسيا سريع ما حد يفهم شرق آسيا بشكل عام. نعم يعني احنا اكتشفنا هذه حتى في العراق نفسها عندما سافرنا احنا ما كانوا يفهمون احنا وانتم ما تفهمون لا احنا بدأنا لا احنا عندما يعني انه مثلا كان يسأل اي سؤال استاذ لا نقوم نتكلم بسرعه اقول لك لا احنا ما نستوعب لازم بهدوء. شفت العراقيين كيف يتكلموا بهدوء كيف كان صدام حسين عندما يتكلم كلمه بعد ساعه ايوه احنا نتكلم بسرعه وبالتالي ما يفهموش. سياق هذا يسمى السياق اللغوي العالي. طبعا هذه النظريات مش انه قديم يعني 100% هي النظريات اللي اعتمدوا عليها. شوف هنا اللي هي رقم ثلاثه العرب مرتفعة أيوة. هذا السياق العالي والسياق المنخفض. طبعا هذه هي كانت محاولة يا شباب. شوف هم الآن يأخذوا رقم ثلاثة اللي هي هوفستيدز فايف ديميشنز. بس دكتور احنا لما نسمع اللغة الإنجليزية أو البريطانية لما تكلموا احنا نحس انه تكلموا بشكل سريع ما نفهمش أو لا احنا نقول ما نفهمش اللغة نفسها. لا بالعكس يعني شوف اللغة البريطانية أو الأمريكية واضحة. يعني نحن عندنا لو تشوف أنت اللغة كيف يتكلموا فيها هذه بسرعة بشكل سريع يعني يتكلموا بلغة أقصد إنه إيش لغتهم هادية ما يستخدمش لغة الجسد. تلاحظ أنت العرب كله الشرح حقهم يعوض بلغة الجسد على أساس إنه إيش المعلومات الغير إيش توصل فكرة نعم غير مفهومة. أنت من الدكتور بس مع المنطقة تفهمهم. يستوي بتونس في حاليا مثلا تونس الثلاثية والأخيرة كلامهم. تعود عليهم طبعا ايوه يصير واحد يتعود نفس النمط. طبعا هذه النظرية شوف أنا أقول لك هم الآن بدأوا ياخذوا ايش النظرية هذه اللي هي رقم ثلاثة هي الأساس. أبعاد. نعم اللي هي هوستيد فايف ديمنشن. خلينا ناخذ رقم اثنين اللي هي طريقه المجموعات الثقافيه كلوستر. هذه تسمى كلوستر ابروتش. قسم العالم الدول الى مجاميع التي تحمل نفس او متشابهه في بعض القيم. مش شرط انه يتكلموا لغه واحده، لا احيانا في القيم
مثلا ايش اللي يعني الشعب اللي ايش اللي يرتاح له، ايش اللي هل يهتم بالرجول، هل يهتم بالفرد، هل يهتم بالمجموعه، قيم متشابهه. فقسم العالم على هذا الاساس. شوف المجاميع هذه هنا بالخارطه هذه، على أساس المجموعة. شوف الشمال، الشرق الأدنى والشرق الأقصى وأنجلو ساكسونيا، دول أنجلو ساكسونيا بريطانيا، وأيضا نتكلم الفيني الإغريقية، جيرمانيك الألمان، لاتين أوروبيا اللي هي أوروبا اللاتينية، لاتين أمريكا وأمريكا اللاتينية، أرب والعرب. إذا شوف مجاميع مش متشابه، مش شرط يتكلم اللغة واحدة، متشابهين في بعض القيم. مثلا الموظف الرضا الوظيفي، إيش اللي الإجراءات اللي ممكن في العمل متشابهة، لأنه عملوا دراسة وجدوا إنه آراء الموظفين في بعض هذه البلدان متشابهة من حيث الرضا الوظيفي، من حيث الالتزام، من حيث دوران العمل، من حيث احترام السلطة وهكذا، يعني وجدوا قيم متشابهة فقسموها على أساس مجموعات. شوف هنا تلاحظ أنت المجموعات هذه، ما عدا بعض الدول اللي هي إنديبندنت مستقلة، ما تشتركش مع أي دولة، اللي هي برازيل، إنديا، إسرائيل واليابان، هذه دول مستقلة استقلال كامل، يعني ما تتشابهش مع أي دولة من حيث القيم. أيوة نعم. شوف أنت مثلا العرب، إحنا العرب مثلا نتشابه مثلا في التاريخ، يلا خليك صح. نعم. بس لو تجي تشوف عندنا حضرموت يعني تعتبر ثقافة دول الخليج. شوف هنا هو قابلك مثل بس، ما يعني ما حصل لك كل الدول. يعني احنا عندما نقول العرب بشكل عام، الدول العربية بشكل عام، تدخل فيها اليمن، تونس وإلى الآخر، متشابهين في بعض ايش؟ في بعض القيم، يعني يفهموا بعض. يعني لو راح مثلا شخص مثلا على سبيل المثال نياب بستيرو الشرق الأدنى اللي هو مثلا إيران تركيا، نفس القيم، متشابهين في بعض القيم، مثلا الانتماء، العاطفة موجودة، كل العوامل اللي يعني موجودة في إيران للموظف، يعني نفس العوامل الموجودة في تركيا ما بيتأثرش. لكن عندما تجي شخص آخر مثلا من الدنمارك بتجيبه مثلا إلى تركيا، أو من اليابان هونغ كونغ بتجيبه مثلا إلى تركيا، لا مش توافق نهائيا. هونغ كونغ عنده هدف كفاحي، عنده هدف نضالي، يعني ما العاطفة هذه غير موجودة، ما فيش حاجة اسمها الانتماء إلى الأسرة. إذا جبت له إجازة وقت الفراغ ما بيعرفش إيش وين يقعد، ما يريد شو وقت الفراغ. بعكس الأجانب مثلاً أوروبا ولا الدول الأخرى يبحثوا عن وقت الفراغ بشكل مستمر على أساس إيش؟ الرحلات الترفيهية، يعملوا شوف ينظرون للعمل على أساس إنه وسيلة فقط للرفاهية. لكن الدول الأخرى يعمل من أجل العمل، من أجل المال، من أجل هكذا. فبالتالي بعض الثقافات تجيب له إجازة ما يحبش ياخذ الإجازة، مش فين يقضيها، لأن جبت له إجازة شهر، ما عندهش برنامج. لكن الآخر لا، يعني يريد مرتاح. وبالتالي يعني شوف كيف تنعكس هذه، تنعكس على مطالبة الموظفين بأوقات الفراغ، بزيادة أوقات الفراغ. الثقافة اللي تتمل إلى هذا النوع دائما تحصلهم إيش، يعني يطالبوا الشركات بزيادة أوقات الفراغ. فهذه هي الدول تلاحظها طبعا، هذا على سبيل المثال. هنا نبدأ بأبعاد هوف ستيت الخمسة اللي يعني مهمة طبعا، هوف ستيت 5 ديمينشنز. قسم العالم على أساس خمسة عوامل، اللي هي النظرة الاجتماعية، النظرة اللي هي سوشيال اورينتيشن، النظرة إلى السلطة باور اورينتيشن، النظرة إلى التغيير انسرتينتي اورينتيشن، والنظرة إلى الهدف goal orientation، والنظرة إلى الوقت time orientation. طيب على هذا الأساس قسم العالم إلى مجاميع.
نبدا بالنظره الاجتماعيه، يعني اللي هي ايش النظره الاجتماعيه؟ The relative importance of individual interest versus group interest collectivism. يعني هنا يحاول يقسم العالم الى ايش؟ الى مجموعتين. لاحظ معي، الفرديه والجماعيه. ينظرون للجماعه على اساس في يعني الثقافه تهتم بالفرد وثقافه تهتم بايش؟ بالمجموعه، اللي هي كولكتيفيزم وانديفيدواليزم. الثقافه التي تهتم بالفرد تجعل الفرد في مقدمه المجتمع، في مقدمه الاهتمام، والثقافه التي تهتم بالجماعه تجعل المجموعه نعم. ها اعطاك امثله، شوف هنا، التي تهتم بالفرديه او بالفرد، المملكه المتحده، بريطانيا طبعا، استراليا، كندا، نيوزيلندا. التي تهتم بالمجموعه طبعا دول جنوب شرق اسيا بشكل عام، مكسيك، كونغو، هونغ كونغ، تايوان، سنغافوره. طيب ما هي الانعكاسات هذه؟ الانعكاسات على الاعمال الدوليه. انت عندما تشوف مثلا قد استثمر في المملكه المتحده، او انك تسافر مثلا في استراليا او كندا او نيوزيلندا، او عمليه التوسع بكل الشركات، يعني انت ما هي ايش اللي بتفهمه من الدول التي تهتم بالفرد؟ وايش الانعكاسات التي تهتم بالمجموعه؟ اللي تهتم بالفرد مثلا الديمقراطيه فيها يكون الضغوط على المستثمرين اقل حتى فيري جود. لما تكلمنا على في السودان نظام العائله وكذا يعملوا ضغوط يكون على التوظيف. نعم شوف النظره الماليه هناك التي تهتم بالفرد، يعني احنا ايش قلنا؟ دائما الفرد يسعى الى تحقيق الذات، والمصلحة الفرد يعني تأتي أولا. إحنا دائما نقول تغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية. هنا لا، الفرد أولا، يهتم بالفرد بشكل غير عادي، وبالتالي هنا يغلب على فعلا الطابع الديمقراطي. طيب تعال على مستوى الأسرة، هل إحنا نشوف على مستوى الأسرة يا شباب؟ ها على مستوى الأسرة إيش اللي بيتكلم؟ التي تهتم بالفرد على مستوى الأسرة كيف بيكون التعامل مع الجانب الأسري؟ يكون أكثر مكان، أكثر استقلالية، يكون الفرد أكثر استقلالية بالأسرة. شوف الثقافة التي تركز على الفرد يكون الأب، الآباء والأبناء يعاملوا بشكل متساوي. أيوه. ما في شرط. ما في شرط بينهم، يعني الأسرة كلها يكونوا ايش؟ يعاملوا بشكل متساوي. لكن نعم، لكن هنا بالنسبة للثقافة التي تهتم بالمجموعة بيكون الالتزام فقط، أنت ملتزم تجاه نفسك. ما أنتش ملتزم تجاه الأسرة. جماعة، أنت عندما تلتزم تجاه الأسرة في أشياء عديدة تحكمها، في أعراف، تقاليد أكاديمية، تقاليد يعني إيش ثقافية. أنت ملتزم أن أنت تكون منسجم مع الأسرة، أنت ملتزم بالإحترام للأسرة، أنت ملتزم إذا خرجت عن نطاق الأسرة معناته كأنه عملت يعني جريمة، أنه إيش عيب المجتمع بين بلدك. نعم هذه الأشياء. هناك في الثقافة التي تهتم بالفرد هذه أيوة نعم غير موجودة، المصلحة الذاتية، تحقيق الذات، الإنسان يسعى أي خروج عن المألوف أو عن الأسرة يعتبروه معصية، مجرد معصية. لكن أنت بالأسرة في المجتمع أحيانا إذا خرجت عن المجتمع أو عن الأسرة أحيانا أنت ممكن عقوبة بهذا، ممكن الحاف، ممكن غرامة، ممكن المجتمع ينبذك.
تصلح دار الدم. نعم. إذا هذه كيف تنعكس أيضا عن عملية التوظيف حتى الثقافة التي تهتم بالمجموعة دائما تولي التوظيف اللي هي القرابة والصداقة والمحسوبية وإلى الآخر. أنت عندما تستثمر بهذه الدول بتؤثر على أداء عملك. شوفوا الملاحقة هذه تكتبوها شو مهمة، يعني هي هذه الأهم. أنا ملحقت أكتبها هنا لأنه مع الترجمة بسرعة هذه مهم الانعكاسة. فالثقافة التي تهتم بالمجموعة دائما يعني تكون إيش؟ المحسوبية، القرابة، الصداقة في عمليات التوظيف. بينما الثقافة التي تهتم بالفرد توظف على أساس الكفاءة. الكفاءة. ما يجي شيء يفرض عليك. أنت إذا استثمرت بهذه الدول يفرضوا عليك وساطات تعيين فلان، هذا من قبيلة كذا، هذا أصله كذا، هذا ويفرض عليك راتب معين. هذا بيكون عبء عليك يعني أحيانا. واضح، هذه مشكلة كبيرة يعني. طيب تعال إلى المدرسة. في المدرسة ثقافة الفردية وثقافة المجموعة، إيش اللي يتعلموه وإيش اللي ما يتعلموش؟ ها طبعا الثقافة التي تهتم بالفرد التعليم يكون بشكل مستمر. التعليم يكون بشكل مستمر يعني يتعلم كيف يتعلم، يتعلم كيف يتعلم. لكن بالثقافة الفردية بثقافة المجموعة التعليم في الصغر. نعم، يتعلم إيش؟ كيف يعمل، كيف يعمل. لكن هذا يتعلم كيف يتعلم، كيف يتعلم. شوف الفروقات هذه مهمة. طيب في العمل كيف يكون العلاقات العمل للثقافة التي تهتم بالفرد والثقافة التي تهتم بالمجموعة، كيف علاقتهم في العمل؟ يكون هناك بالعمل يكون الاحترام كبير للأكثر كفاءة، الأكثر فدعم، هذا اللي يهتم بالفرد. اللي يهتم بالفرد العلاقة بينه وبين صاحب العمل هي النتائج. الإنجاز. نتيجة. ليس طالما العواطف غير موجودة خلاص. لكن التي تهتم بالمجموعة النتائج، العلاقة بين الموظف وصاحب العمل هي قائمة على العلاقات الشخصية والأخلاقية والاعتبارات الأخرى. يعني هي مش العمل ولا هي مو هي حاجة، هذه الجماعية. نعم. زي عندنا. في المجموعة أيوة. ما فيش حاجة اسمها إنجاز. صحيح. يعني مهما يكون أداءك. نعم. لو حصلت عقوبة أو حصل الموظف اللي هو بيتعاقب كان بيتصاب ما قد سمعنا شيء عقوبة فعلا. هنا ما في شيء. لو تلاحظ أنت جهاز الرقابة المحاسبة كان يعمل تقارير بعيدة عن عندكم ليش؟ يدي لكم مخالفات ولا لا؟ ما حد كان يحاسبهم. ما فيش تقرير. أيوة. طيب يقولون أنا دكتور في جزء من كده رقم سبعة تبع مجلس الشعب، هذا عندنا تبع مجلس الجمهورية. لا، في يتقيدوا. نعم يتقيدوا. شوف بالثقافة المجموعة، ثقافة المجموعة مثلا أنا أحترم العادات والتقاليد، أحترم العادات والتقاليد حق الأسرة والمجتمع. إنه مش شرط إلا فقط العلاقة الأسرية، أحيانا أنت المجتمع أيضا يحكمك. هناك عندهم لا، القيم واحدة للجميع. أنا مش خاص إن تابع الأسرة، أنت ملتزم تجاه الأسرة وملتزم تجاه المجتمع. طبيعي يتعاملوا إيش؟ مثل ما قلنا لك، أي خروج عن المألوف يعتبروا إيش؟ يعني معصية أو يعني ذنب. ما حد إيش؟ يقول لك ما تتعديش على حقوق إيش؟ الآخر. هل أنت إنه حق إيش؟ شخصي. هذه هي النظرة. هذا ما يخص اللي هي النظرة الاجتماعية، إما تهتم بالفرد أو بالمجموعة. واضح؟ طيب. نعم، اللي هي المجموعة تهتم بالمجموعة. أعطينا إحنا بعض الأمثلة. شوف هنا المملكة المتحدة، وأنت ممكن تقيس على هذا الأساس ما هي الدول التي تهتم بالمجموعة. عندما نخلص إحنا هذا كامل، أنت بعدين إذا قلت لك مثلاً اعطي لي الثقافة الفرنسية ملخص عنها، أو ملخص عن الثقافة الإيطالية، أو ملخص عن ثقافة هونغ كونغ،
لانه انت اذا انت بتستثمر هناك او اي شركه انتم اللي تعملوا فيها بتعطي له تقرير.